ليك يا كابتن فاروق، تحياتي لكل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي والداخليه في الجوله 27 من بطوله الدوري العام هنا من استاد بترو سبورت في الساعه 6 مساء. مباراه ان شاء الله تكون مميزه كعاده مباريات النادي الاهلي اداء ونتيجه خلال المباريات الماضيه. بنتمنى يكون استمرار الاداء المتميز بقياده الكابتن حسام البدري المدير الفني، وايضا الاصرار الكبير لكل لاعبي النادي الاهلي لحسم بطوله الدوري العام مبكرا. لو بتكلم طبعا سريعا على التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي وايضا فريق الداخليه، الاهلي في البدايه طبعا لو بنتكلم عليه في حراسه المرمى الشناوي من خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي، محمد نجيب، ايمن اشرف، وعلي معلول، في المنتصف عمرو السليه وحسام عاشور، صلاح محسن، وليد سليمان، وجونيور اجاي، ووليد ازارو، في دكه البدلاء هشام محمد واسلام محارب، محمد شريف، علي لطفي، مروان محسن، محمد هاني، وكريم ندفد. بالنسبه طبعا للتشكيل الخاص بفريق نادي الداخليه، في حراسة المرمى محمود الغرباوي، خط الظهر من اليمين للشمال أمير عابد، جهاد جنيدي، رشاد فاروق، محمود منصور، في المنتصف سعيدو وأحمد علاء، على الأطراف جوهان لينون وسيدريك أوندو وناصر منسي وأحمد بحبح، في البدلاء الخاصين بفريق نادي الداخلية شهاب الدين خالد، عبد الرحمن السويسي، أحمد مصطفى السيد، محمود شديد أحمد، محمد أحمد شريف، عمر جبر، احمد صابر. زي ما عارفين النادي الاهلي بيفقد عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراه، لو سواء بنتكلم على الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري او لو بنتكلم بشكل عام عن اللاعبين العائدين من الاصابه، واللعيبه طبعا اللي بتاهل عبد الله السعيد وسعد سمير وحمودي، وايضا يمكن الرؤيه الفنيه كان شريف اكرامي وحسام غالي وميدو جابر وصابر رحيل واكرم توفيق واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار. عدد كبير جدا من اللاعبين بيغيب ليه طبعا زي ما قلنا الرؤيه الفنيه، وايضا كمان للاصابه والعوده من التاهيل. مباراه النهارده بتكون مميزه، عايزين طبعا لابد ان احنا نتكلم على ارضيه ملعب بترو سبورت المميزه جدا. حتى هذه اللحظه شايفين تجهيز واستعداد مميز من استاد بترو سبورت. يمكن كنا بنشوف الاستاد او ارضيه الملعب بيبقى فيها بعض العقبات للفرق اللي بتخوض عليها المباريات، لكن في هذه الحاله حاله جيده جدا. ان شاء الله النهارده بتكون المباراه مميزه. طبعا احنا عارفين الملعب لما بيكون كويس ما بيبقاش فيه اي مطبات بلغه الكره، بيساعد ان تخرج المباراه بدون اصابات، وده الهدف اكيد الاول والاسمى طبعا لكل الفرق اللي بتشارك سواء في بطوله الدوري العام او في بطوله كاس مصر. مستمرين معاكم اكيد كل مشاهدينا ومتابعينا، ولقاءات خاصه ان شاء الله عقب مباراه النادي الاهلي والداخليه، وايضا هيكون لنا كواليس مهمه جدا هنا من استاد بترو سبورت. وبنتمنى ان شاء الله تكون 3 نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. عوده ليك يا كابتن فاروق وكل نجومك في الاستوديو.